تهاجم الإسلاميين الشيعة بكثرة دون غيرهم يعني، إشكالك أو هناك من يرى، هناك من يرى أنك تتعامى عن منجزات ما حققوا طيلة فترة من 2003 فترة التغيير وإلى الآن. أكو مسألة تعامي، ودائم الهجوم، دائم الانتقاد لهم لا لسواه. نعم، هذا بي شوية من الصحة، خلنا أكون واقعي وياك، ولكن أسلط الضوء على هذه المفارقة. أولا أنا لست بس القيادات الشيعية وإنما القيادات السنية، حتى إلى أنه قبل أيام خبيس الخنجر كان رافع علي دعوة. الحلبوسي أنا هاجمت، الخنجر مشعان الجبوري أنا هاجمت، ذاك اليوم ثائر كذا وقفت بوجهه وقفة قوية، فالقول شفته. أما القول بأنه أنا كذا، لكن ليش يحس في نفسي إلى أنه إحنا أعطينا هاي العشرات الآلاف من الضحايا ويكون الإنجاز بهذا القدر البسيط؟ واضح يا أخي العزيز، كنت على ثقة من سنة 1974 من جاء حزب البعث الجائر إلى الآن، إحنا عطينا مئات الآلاف من الشهداء اللي قطرة واحد منهم يعني يشرف العشرات والمئات من البشر. نتيجتها والله شنو، شو موظف أو نتيجتها شو وزارة، أكو مطاعم تفتح ولحم دي رحم الله، وزارة وزارات عائلية. شو تريد أقول لك؟ هاي الديوانية مو شيعية؟ أي طبعًا. دور حسابها، قل لي شنو وضعها. هاي السماوة مو شيعية؟ قل لي شنو. أنت تخاطبهم تقول لهم لماذا لم تتقاتلوا على الديوانية؟ لماذا ذهبتم باتجاه البصرة وتتقاتلون على البصرة؟ رحم الله والديك. ليش؟ لأن الديوانية ما بيها فلوس. كتبت فيه متصفحك. ما بيها فلوس. فأني من هذا أقول لهم أنتم إخواننا لكم. شوف أخي العزيز، يعني أخي العزيز أنت إعلامي وتعرف. أنت تعلم أن هناك ناس ما يجدون قطعة لحم موجودين؟ أنا هذه أنا حاس بها وأعرفها. أحدهم يستشهد يقول أنه المطاعم منفتحة وعليها زخم. الله يغفر له وغيره عندما قال إلى أنه صحيح ماكو، الجميع ما يشترون كيلو لحم بس يقدر يشتري كيلو عظم مثلا. هو قال، مو أنا قلت، طبعا هو قال سمعت. فأنا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون.